اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعين قناه شهاب الفضائيه. اليوم المباراه الثانيه من دور ربع النهائي، اليوم مباراه تكون بها قويه، راح تكون بها نديه واثاره ما بين نادي المجد والشهيد انور صبيح. راح نتعرف على جاهزيه الفريقين واللاعبين، خليكم ويانا. السلام عليكم كابتن. السلام ورحمه الله حبيبي. انا اتعرف باسمك علي كريم. شنو توقعاتك المباراه؟ توقعاتك المباراه؟ والله كابتن احنا ضد المباراه السابقه كانت مباراه صعبه، مباراة دور أول عبرنا المرحلة الثانية بفضل اللاعبين بفضل رب العالمين، وإن شاء الله جاهزيتنا كاملة لهذه المباراة. زين بإمكانكم يعني تفوزون على أكاديمية الشهيد أنور صبيح؟ والله بعد بقدرة اللاعبين. يعني إذا فزتوا إيش قد تتوقعها؟ والله أتوقع بفضل إني كول جزاءات. اثنين كل وجزاءات، جزاءات تفوزون لو تخسرون. والله بعد هي حظ. مشكور كابتن. تعال كابتن. تعرف باسمك؟ صادق علاء. انت شو مركزك؟ العب اخر لاعب. شو توقعاتك المباراة؟ ان شاء الله الفوز. ايش قد ايش قد؟ جمهور يتوقع مو احنا. مشكور. السلام عليكم. السلام كاب. تعرف باسمك؟ مرتضى حسين. شنو مركزك انت؟ ارتكاز. شنو توقعاتك المباراة؟ والله ان شاء الله الفوز لنا. ايش قد ايش قد؟ 2-1. مشكور. بعد ما تعرفنا على لاعبين نادي المجد راح نتعرف على لاعبين أكاديمية الشهيد أنور صبيح. السلام عليكم كابتن. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف باسمك؟ الاسم هاشم علي، أكاديمية الشهيد أنور صبيح الجماسي. شنو توقعاتك المباراة؟ والله مواجهة اليوم ضد نادي المجد، نادي لازم اكو تفوق الإمكانيات يمكن باعتبار نادي اللي يعني تاريخه اسمه سمعته كاسم نادي المجد. راح نواجه اليوم ان شاء الله نحاول نقدم اللي مطلوب من عنده بالساحه وان شاء الله نقدم الافضل. هالمره واجهت نادي المجد من قبل؟ اي سابقا واجهت نادي المجد. النتيجه؟ انتهت تعادل، هي كانت لعبه وديه، انتهت تعادل راح تكون. زين شو توقعاتك المباراه؟ والله حسب الخطه لازم اعرف الخصم شنو طريقه لعبه، النوب انا عن طريق الخصم اعرف حلولي ضغط المباراه عن طريق هاي. يعني فوز؟ ان شاء الله ان شاء الله. والله ما اعرف، انا ما اقدر اخاف اقول رقم وخاف اعتبار استهزاء بالخصم. ما استهزاء بالخصم باعتبار هو خوش فريق. زين ممكن لاعب يا نقدم لك اللاعب هذا علي حسون كريم. نتعرف باسمك؟ حسين كريم سعدي. شو مركزك انت؟ منتخب دفاع. مدافع؟ اي. شنو توقعاتك المباراه؟ تعال هنا شوي. ان شاء الله نفوز ان شاء الله. توقعاتنا 2-3. 3؟ نتيجه كبيره يعني. ان شاء الله. مشكور كابتن. بعد ما تابعنا او عرفنا تجهيزات الفريقين لمتابعه مجريات المباراه التكمله مع المعلق علاء الزهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي شاشه قناه شهاب الفضائيه في كل مكان، المباراه الثانيه من الدور الثاني في بطوله كاس شهاب لفئة الإشبال وعلى منتدى أبطال المدينة نادي الولاء. المباراة هي الثانية بعد أن شاهدنا بالأمس مباراة رائعة والتي جمعت أكاديمية ناطق هاشم بمواجهة نادي الحسنين، انتهت لأكاديمية ناطق هاشم بثلاثة مقابل هدفين. اليوم هي المباراة الثانية في الدور الربع النهائي، فمن سيكون الفريق الآخر الذي يضع قدمه في دور نصف النهائي؟ دائما طاقم تحكيمي بقيادة أحمد عدنان كحكم أول، بينما الحكم الثاني كرار علي. ننتظر هنالك الحوارات والتعليمات الخاصة بنظام البطولة والطاقم التحكيمي لمباراة اليوم التي تجمع أكاديمية الشهيد أنور صبيح بمواجهة نادي المجد. التعليمات الخاصة ومن ثم إجراء بعد ذلك قرعة ضربة البداية لمن ستكون الضربة الأولى ما بين الكباتنة لنادي المجد مرتضى حسين بالقميص 7 بينما لأكاديمية الشهيد أنور صبيح بالقميص 10 موسى حيدر. الكابتن أحمد عدنان حكم المباراة الأول يأتي بتوجيهاته وتعليمات للفريقين. الأمور الخاصة بنظام البطولة لأنها نعم تجاوزنا الدور الأول والذي كان يسوده نظام لابد أن يكون هنالك منتصر بنظام التسقيط الفردي، والحوارات مستمرة على الأمور القانونية التي اتخذتها هذه البطولة تلتزم بكل
اجراء قرعه ضربه البدايه، ولمن ستكون يبدو لي لاكاديميه الشهيد انور صبيح، والقميص 10 صاحب الهاتريك في المباراه السابقه في مرمى الاساطير هو كابتن الفريق موسى حيدر، يقف على ضربه البدايه وهو من سيدق بقدمه مدفع لافطار لمباراه اليوم لتجمع نادي المجد الذي حقق الانتصار بركلات الترجيح في المباراه الاولى امام اكاديميه الاحرار، بينما اكاديميه الشهيد انور صبيح فاز على الاساطير باربعه مقابل هدفين. والكل ينتظر صافره احمد عدنان لانطلاق رحله اليوم المباراه الثانيه من الدور الثاني، مباراه منتظره مرتقبه من كل عشاق هؤلاء. نعم كبارهم على مستوى الاداء لكن على مستوى العمر صغار، لكن يقدموا عروض كرويه رائعه لحد الان طيله البطوله منذ الدور الاول ولحد الان المباراه هي الثانيه، والبطوله التي شارك بها 16 فريق على مستوى الاشبال من الانديه والاكاديميات على مستوى الاشبال. هذه الصافره حاضره وانطلقت بالمباشر من موسى حيدر الى خارج ارض الملعب. نبدا بتشكيله اكاديميه الشهيد انور صبيح في حراسه المرمى، رسول علي في خط الظهر، حسين كريم ومقتدى حبيب في الوسط، موسى حيدر وحيدر رعدو في المقدمه، مرتضى حسن، بينما نادي المجد يلعب بحراسه المرمى حسين سلمان، وفي خط الظهر جعفر فالح وصادق علاء، في الوسط جعفر علاء ومرتضى حسين الكابتن، وفي المقدمه علي محمد يدرب اكاديميه الشهيد انور صبيح الكابتن هاشم علي، بينما لنادي المجد بقيادة علي كريم. هذا هو الخطأ في المباراة، الدفع واضح والإحثار حاضر، الصافرة حاضرة من الحكم الثاني كرار علي، تشير بخطأ لأكاديمية الشهيد أنور صبيح، وكابتن الفريق موسى حيدر على تنفيذ المخالفة أمام حائط صد متكون من لاعبين. موسى ينتظر بإطلاق أول رصاصة في مباراة اليوم لكي تفتح من خلالها شفرة المباراة، الصراع بين الكباتنة، هذه تعود القصير بالعشرة يريد المراوغة علي محمد لكنه كسب الرمية الجانبية. في أول دقائق المباراة يطمح الفريقين للفوز، ولا واضح، نعم واضح رغبة الانتصار لدى الفريقين، لأن مباراة اليوم لابد أن يكون هناك منتصر، فمن يعبر ويتجاوز محنة الدور ربع النهائي لكي يضع قدم في دور النصف النهائي يلحق رفقة بأكاديمية المرحوم ناطق هاشم الذي حقق الانتصار بالأمس وكان أول فريق يضع قدمه في دور نصف النهائي. هذا كرة عكسية لموسى حيدر لكنها مرت بالمباشر إلى خارج أرض الملعب للحارس حسين سلمان. توجيهات مدرب نادي المجد علي كريم مستمرة، يعطي التعليمات ويريد الالتزام بالواجبات الدفاعية من قبل زملائه. ضربة مرمى حسين سلمان، صادق علاء بخط الظهر، لم تصل كرته للزميل جعفر علاء، مرة أخرى لصادق علاء، تصل لجعفر، يطلب الأسيست للكابتن مرتضى حسين لكنها بسلام يؤمنها حسين كريم مدافع أكاديمية الشهيد أنور صبيح. في خط الظهر تلعب لمقتدى حبيب عند هدف في البطولة سجل في مرمى الأساطير، المباراة التي حقق بها الانتصار بأربعة أهداف في الدور الأول. الكرة في وسط الملعب لحيدر رعد، يعود لمقتدى حبيب في المراوغة الناجحة، لم تمر كرة سرعان ما تعود من هنالك لحيدر رعد، يريد المراوغة لكن استقطاع ناجح والكرة بعودة لجعفر فالح، لكن في الأخير مقتدى حبيب يأتي بالرمية الجانبية. الرمية الجانبية لنادي المجد. يعود من هنالك الصراع المستمر على الكرات، ولكن بالمباشر كرة حسين كريم تمر إلى رمية جانبية لنادي المجد. نادي المجد الذي يبحث عن كتابة المجد والتاريخ على مستوى الأشبال، يريد تحقيق الانتصار لكي يسعد عشاقه، وواضحة تعليمات المدرب علي كريم لا زالت مستمرة، وهذا القائد بمرور لمرتضى حسين، لكن أيضا يغلقون المساحات أكاديمية الشهيد أنور صبيح، غلقت المساحات وعدم إعطاء وإتاحة الفرصة في خط الظهر من أجل التسديد. مقتدى حبيب يعود لحسين كريم، مقتدى مرة أخرى يريد المراوغة لكن الحذر في مناطق خط الظهر، هذه الكرة تلعب بالمباشر من صادق علاء إلى رمية جانبية. أيضا بدأت توجيهات المدرب هاشم علي لأكاديمية أنور صبيح، وهذا خطأ من الدفاع لكن مقتدى حبيب سرعان ما يقوم بمعالجة الموقف، ولا زلنا نبحث عن أول أهداف، من يضيف النكهة،
من يضيف السكر في الأخير على قاعة منتدى أبطال المدينة في مباراة اليوم، المجد أم الشهيد أنور صبيح؟ لمن سيكون الكلام في الأخير؟ من سيضع النقاط على الحروف؟ من سيخطف أجواء اللقاء؟ ومن وكم من طرحت في المباراة؟ لكن أنتظر من سيجيب على أسئلتي التي طرحت وكثيرة. من هل قادر موسى حيدر الذي سجل الهاتريك في المباراة الأولى على نادي الأساطير اليوم يبحث عن هدفه الأول في الدور الثاني لكي يصبح برصيد 4 أهداف، يطمح من يحقق لقب هداف البطولة. الرغبات حاضرة وعلى كل شيء، وانتظار القادم حسين كريم بالإرسال من هناك. الله، لكن هي أعلى بكثير من مرتضى حسين بالقميص 18 مهاجم لأكاديمية أنور صبيح، وبالتالي هنالك ضربة مرمى للحارس رسول علي الذي يحمي عرين أكاديمية الشهيد أنور صبيح. الكرة تعود لمقتدى حبيب في المراوغة، لا يمر من أمام جعفر علاء. جعفر أيضا كرة غالطة تعود سرعان ما في الوسط لصادق علاء، المرور ممتاز من هنالك القادم، ولكن علي محمد يفقد كرته وبالتالي رمية جانبية. لحد الآن في طل 7 أو 6 دقائق ماضية لم أشاهد ولا كرة خطرة، ولا حارس اختبر، ولا فريق هدد وكانت له رغبة التسديد من مسافات بعيدة ولا الدخول في أعماق الميدان. لا زلنا نستمر، قد يأتي الخطر، ولكن برافو الدفاع من هناك حسين كريم، مرور ممتاز، إمكانية الهزمة العكسية وإمكانية ردة الفعل، هذه تلعب من هناك، لكن سرعان ما يأتي القائد الشجاع مرتضى حسين بإبعاد الخطر على مرتين. من هنالك ترسل ومن هنالك تستكمل، لكن في الأخير ضربة مرمى لحسين سلمان تعود من هنالك. جعفر، الإرسال والإبعاد الواضح بوسط الملعب، مرتضى حسين القائد لنادي المجد الإرسال، لكن برافو الدفاع، حسين كريم يقطع كرة ويبعد الخطر عن مرماه، تصل للقصير من هنالك. حيدر رعد أصغر لاعب في المباراة، بنية جسمانية صغيرة لكنه يصارع ويقارع الكبار ويقدم ما بجعبته لكي يرضى كل عشاق أكاديمية الشهيد أنور صبيح لما يقدم هذا الصغير من مجهودات عالية حقيقة. تعود في دفاعات أكاديمية الشهيد أنور صبيح، ولا زال الهدوء يسيطر على الأجواء. هل الهدوء يسبق العاصفة؟ هل هنالك عاصفة قادمة من أحد الفريقين؟ أم أن هذا الهدوء سيخيم على أجواء المباراة طيلة الشوط الأول؟ قطعنا معكم نصف الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي يخيم على الأجواء، لا صوت يعلو على صوت، لا قديم يذكر ولا جديد جعاد، ولكن القائد مرتضى حسين بمراوغة ناجحة. يا سلام، هذه كرة جول، أوه، جول لنادي المجد، وبإسس رائع من القائد مرتضى حسين يضعها على طبق من ذهب للقصير بالقميص 10 علي محمد. علي محمد هو من يزار، هو من زار الشباك في اللقطة الماضية، أقصر لاعب يأتي بالحل لنادي المجد ويفتح شفرة المباراة، يحرك المياه الراكدة. قبل قليل قلت هدوء يسيطر، وهل هذا الهدوء تسبقه يسبق العاصفة؟ نعم، سبق العاصفة وجاءت العاصفة بلون نادي المجد، اللون السمائي الذي فتح شفرة المباراة، ويأتي بهدف أول عن طريق القصير بالقميص 10 علي محمد ليجدد عشرته مع الشباك المحتاد الذي يعرف كيف يغازلها. وهذا من حرك المدرجات، هذا اللي أمامنا علي محمد يريد رد الدين لزميله مرتضى حسين، يمرر لكن سرعان ما تعود من مقتدى حبيب، والإبعاد بسلام من جعفر فالح ينال على إثر التحية والتصفيق من قبل مدرجات نادي المجد. تحية حاضرة، تصفيق حاضر، كل شيء حاضر. الآن بدأت تحلو المباراة، بدأت تزداد إثارة، ارتفع عريت المباراة، ولا بد أن يهاجم أكاديمية الشهيد أنور صبيح لأنه يعرف تماما بخطورة الموقف، لأن مباراة اليوم لا تتحمل كثير. لابد أن يكون هنالك منتصر، لابد أن يكون هناك فريق يضع قدمه في دور نصف النهائي لبطولة كأس شهاب على مستوى الأشبال التي تنقلها حصرا، وهي الداعم الحصري والراعي الرسمي لهذه البطولة قناة شهاب الفضائية.
بدأ الصراع الحقيقي ورغبة الانتصار، رغبة الانتصار وضحت معالمها منذ الدقيقة. نعم بنصف الشوط الأول جاء الحل، ونصف الآخر ننتظر به الكلام الآخر. هل هنالك عودة؟ هل هناك حل؟ هل هنالك كلام سيضيفه أكاديمية الشهيد أنور صبيح؟ أمن لا صوت يعلو فوق صوت المجد، والذي يريد أن يطمح وأن يصل للمجد ويعلو سلم كأس شهاب بايا بايا منذ الدور الأول بركلات الترجيح. وشاهدنا عقم تهديفي، لكن اليوم افتتحت شفرة المباراة وشاهدنا أول الأهداف. ننتظر قادم الدقائق ماذا تخبي لنا هذه الساحلة المستديرة. موسى حيدر يأتي بالعرضية، غلطة الساطر بلف، بل تساوي الملايين وتخطى في هذه المباراة تدفع الثمن غالي. موسى حيدر أيضا بالقميص عشرة، عشرة يجدد العشرة ويرد على عشرة، وأي عشرة في الأخير سيكون هو الأبدع وهو الأمهر. موسى حيدر يضيف أول الأهداف بالنسبة لأكاديمية الشهيد أنور صبيح وهو هدف التعديل، لكن بالنسبة له على المستوى الشخصي يضيف رابع الأهداف، لأن في مرمى الأساطير في الدور الأول سجل هاتريك. والآن موسى حيدر يضيف رابع الأهداف بالنسبة له، يطمح لما لا بأن يكون هداف البطولة. موسى يسدد على بعد عشرات الأمتار، ولكن الدفاع صادق على يبعد الخطر. ازدادت المباراة متعة وإثارة، ضاف النكهة على المباراة موسى حيدر وعلي محمد، العشرة بالعشرة هم من عرفوا طريق الشيء. يستطمع وبنفس الطريقة يلعب الكرة، مقتدى حبيب يستطمع باللقاء ويريد أن يستثمر الدقائق القادمة قبل أن يذهب الفريقان لغرفة تبديل الملابس، قبل أن يذهب الفريقان لفاصل راحة. لابد أن هنالك كلام، لابد أن هنالك إضافة. هذه كرة عكسية لمرتضى حسين يمرر بنفس الصورة، لكن القائد في خط الظهر حسين كريم يبعد الخطر ويؤمن دفاعاته، لأنه يشعر تماما بخطورة الكابتن مرتضى حسين. وهذا القصير أيضا جعفر علاء الذي سيقطع من مقتدى حبيب، يمر من هنالك لكنها لم تعبر بسلام، قطعت من الدفاعات السمائية دفاعات نادي المجد. آخر الدقائق المتبقية على الوقت الأصلي والحقيقي لشوط أول، في بدايته كان فقير فنيا، لكن في النهاية أصبح يلعب بصورة صحيحة وأداء فني رائع للفريقين. هذه تلعب دائما من هنالك، حسين كريم يطلب الإسناد من الزملاء لكنه يفضل بالعودة للخلف لعدم وجود مساحة، لذلك اضطر بالعودة مقتدى في التسديد، لكن في خط الظهر صادق علاء براسه يبعد الخطر عن حارس حسين سلمان. هذا الكورنر تلعب موسى حيدر إلى مقتدى حبيب، المراوغة بين الزحمة الدفاعية، لكن برافو جعفر علاء على مرتين يبعد الخطر. لكن نشاهد في هذه الدقيقة يا من تتابع شاشة قناة شهاب الفضائية، تراجع ملحوظ للفريق السمائي، بينما أكاديمية الشهيد أنور صبيح بدأت تندفع شيئا فشيء وتطلب المزيد. استطمعوا في اللقاء ويريدون تحقيق هدف ثاني لقلب الطاولة. نعم حاضرة تعليمات المدربين بالنسبة للفريقين، ورغبة الانتصار حاضرة على محيى الفريقين، لكن من في الأخير يضع العلب في السلة؟ مقتدى يمر، يا سلام بنجاح يعدي، لكن استطمع وكانت الأنانية واضحة، لم يمر للزميل، يبحث عن هدف الثاني الشخصي في البطولة، لكن هدفه الأول في مباراة اليوم. أنانية واضحة، لم يمر للزميل، كان بإمكانه أن يعطي لموسى حيدر الذي ماخذ مساحة وبكامل أريحية، لكن بالتالي هكذا العقل عندما يعطي إيعاز للبدن من الصعب أن يعود ويتخذ قرار آخر، لذلك فكر بالمراوغة وضاع الجبل بما حمل على مقتدى حبيب. الكرة تلعب من هنالك بالراس تبعد، وسرعان ما يقوم بالتغطية الناجحة صادق علاء إلى رمية جانبية لأكاديمية الشهيد أنور صبيح. بخط الظهر حسين كريم الذي يسيطر على كرته ويطلب المساندة، هل سيبقى بنفس الحل بلعب الكرات الطويلة؟ نعم الإرسال الطويل في منطقة الجزاء، لكن إبعاد ناجح من صادق، تعود لمرتضى حسين ومقتدى حبيب في السيطرة والمراوغة الناجحة، يا سلام لكن كرة عكسية، 3-1 مرور ناجح من هنالك محمد علي صاحب الهدف، لكن الكرة كانت أسرع منه.
دائما الاسيست رايح من مرتضى حسين الكابتن. يعود بكره عكسيه 2-2، السماهي في كره تعود لجعفر، من هنالك المراوغه محمد علي في العرضيه هذه تلعب، لكن ايضا الدفاع في مكان ناجح. سين كريم يبعد الخطر ويؤمن دفاعاته، لا زال يظهر، وهذه واحده لكن تلعب باستعجال. لو تأنى، لو حضر، لو ممكن يرفع راسه ويلعب بكره بذكاء ممكن ياتي الهدف. يستمر بالعطاءات هذا اللي امامنا بالصوره، القائد مرتضى حسين يوزج الكرات لجعفر حبيب، ممتاز، ولكن في الاخير الحارس يستقتل ويبعد الخطوره. مرتضى علي في العرضيه تاتي على مرتين لكنه كسب الركنيه بصافره الحكم احمد عدنان. هذه الركنيه للقميص 6 جعفر علاء، يريد العرضيه، يبحث عن الكرات الهوائيه، جول لنادي المجد، ياتي الحل عبر القائد، وعرضيه من جعفر علاء تلعب بذكاء، ياتي من الخلف القائد، نعم مرتضى حسين، ويضيف ثاني الأهداف لنادي المجد ليعمق من جراحات أكاديمية الشهيد أنور صبيح، ويرشح كفة نادي المجد بهدف ثاني. نعم استغلال ناجح للكرات الثابتة، الكورنر التي لعبت بطريقة صحيحة، أرضية زاحفة، هذه كرة للقائد مرة أخرى، لكن برافو حارس المرمى، خروج موفق وصحوة مبكرة من حسين سلمان الذي أنقذ مرماه من مرور القائد. هذا اللي أمامنا بالصورة، مقتدى حبيب يراوغ بنجاح لكن أمامه مرتضى حسين يبعد الخطر، يأتي برمية جانبية، مقتدى حبيب ينتظر الإسناد، يأتي في التحضير، إمكانية التسديد، الله، كرة على بعد عشرات الأمتار من حسين كريم المدافع بالقميص 5، بهذه الكرة هدف التعادل الثاني، وأصبحت النتيجة هدفين مقابل هدفين بهذه التسديدة القوية. هو من أنهى الشوط الأول. سأنتقل بالصوت والصورة لزميلي مراسل قناة شهاب الفضائية عباس علي. زميلي تفضل لك الكلمة. شكرا للزميل علاء الزهيري، مثل ما تابعت مجريات الشوط الاول انتهت هدفان مقابل هدفان، يعني راح ناخذ اراء المدرجات. السلام عليكم كابتن. السلام حبيبي. ممكن تنطينا انطباعك الفني عن المباراه؟ اللعبه مبدئيا جميله حلوه، يعني الفاتر عمريه ما متوقع انه اشوفه بهالمستوى كلاعب فريق المجد، يمكن اعتقد الكابتن رقم 7 هو يعني لاعب عمره 14 بس امكانيه عقله بال 25 سنه، يلعب بين صح، يفرد المهاجم صحيح، المهاجم مالته رقم 10، لاعب جيد. البطوله حلوه، الفريق الخصم اعتقد المتاخر مالته من الولد الطويل الشاب، والمفروض هو ينظم اللعب. اللي ورا وماخذ الفريق وضاغطهم بلاعبين بثلاثه وسنتر شوته قوي، يسوي له 2-3 على الجول، صحيح اعطيه جول من 2. اللعبة حلوة. ممكن تعطي يعني انطباعك بصورة كاملة عن يعني كأس شهاب؟ والله بطولة يعني موفقين، الكادر العامل عليه هيك بطولة، اللي يشوف يلم الطاقات، يشوف الناس، احنا بمنطقة او مجتمع تقريبا ماكو اعلام متسلط على الفئات العمرية تحديدا، يعني قناتكم مشكورة وبرنامجكم مشكور، اللهم ربي يوفقكم حتى تشوفون هاي الطاقة وتعرضوها حتى الناس تشوفها. زين شو توقعاتك المباراة؟ 4-1 لفريق المجد. 4-2. 4-2 ايه. مشكور كابتن. حبيبي. بمتابعة مجريات المباراة ننتقل إلى الزميل علاء الزهيري. هكذا مشاهدينا الكرام، أيضا نتشكر من مراسل قناة شهاب الفضائية الذي كان في جولة عبر المدرجات ولأخذ الآراء. عباس علي، هذه عودة لاستكمال مجريات الشوط الثاني، شوط أول والذي انتهى بأقدام المدافع حسين كريم، هو من أنهى الصافرة عندما سجل الهدف الثاني وجاء بالتعديل. شوط أول انتهى بتعادل إيجابي هدفين لهدفين، يتقدم المجد ثم يعود أنور صبيح على مرتين وبنفس اللغة، لكن الشوط الثاني نأمل بأن يكون مغاير، وهو الذي يدعى بشوط المدربين، لمن ستكون الكلمة؟ علي كريم أم إن هنالك هاشم علي؟ الكرة تلعب من حسين سلمان،
إلى الحارس الذي اشترك بفاصل إراحة حيدر بالنسبة لأكاديمية الشهيد أنور صبيح. حيدر يريد أن يحافظ على سلامة شباكه لأن زميله رسول الذي ترك المباراة تلقى هدفين. هذه كرة عكسية من هناك، التسديد، الله، بقوة من البديل الذي يرتدي القميص ثلاثة أكيد حمودي الصادق الذي اشترك بفاصل الإراحة. أريد إضافة المزيد والمزيد من أجل وضع القدم في الدور النصف النهائي، لكن كرتي خارج أرض الملعب لا تضيف أي شيء على زمام الأمور. واضحة رغبة المدرب هاشم علي الذي غير بفاصل إراحة ويريد أن يدخل بقوة لكي يثبت أقدامه في البطولة. كرة تلعب بالمباشر، صراعات حديدية بشرية مستمرة، وهذه القائد الذي يمر الكرة بنجاح تصل لصادق علاء يغيرها من هنالك، لكن نجاح مقتدى حبيبي كل نجاح يبعد الخطر ويعيد الكرة على مرتين لاستنقاذ الكرات العائدة، وهذه عكسية. يا سلام على التمريرات الناجحة للفريق السمائي، فريق نادي المجد يقدم صورة طيبة ويلعب بكل أريحية بتناقل الكرات، لكن هنا سوء تفاهم. القائد مرتضى حسين يعود ويستقتل ويستحصل رمية جانبية. قد أيضا نشاهد تغيير بالنسبة لنادي المجد، هناك لاعب يجري عن مثل حماه، هذه كرة من جعفر، العرضية تأتي والقائد بالرأس، لكن برافو الدفاع يستقتل مقتدى حبيب ويبعد الخطر. من هنالك القادم بالقميص سبعة ومشروع المراوغة حيدر رعد، يستمر حيدر، يا سلام على الروح القتالية من جعفر فالح لبعد الكرة ومن ثم إلى رمية جانبية. رمية جانبية من هنالك الإرسال بالمباشر، أوه كرة كادت أن تباغت الجميع، ولكن في الأخير الحارس الذي كان في صحوة وسام بالنسبة لنادي المجد وسام حاسم الخميس 11 هو من اشترك، وأول خيارات المدرب علي كريم يكسب الخطأ. صادق على تنفيذ المخالفة، يأتي بالعرضية تلعب بالرأس ولكن الإبعاد ناجح من هنالك من قصير حيدر رعد. هذه كرة عكسية للبديل حمودي صادق، يا سلام تمرر لموسى، موسى موسى موسى، لا 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 لا، أخذ الكرة على الزاوية الحرجة وحصر نفسه بنفسه، وبالتالي ضاع الجمل بما حمل وأهدر فرصة كان بإمكانه أن يضيف ثالث الأهداف ويضع الفرحة على محيا مدربه وكل عشاق أكاديمية الشهيد أنور صبيح، لكنه لم يأخذ الموقف الصحيح ولم يستحسن التصرف فيها. مقتدى يرسل الكرة طويلة، هذا يغير الاتجاه، يستفاد من طول القامة ويلعب كرات طويلة لأن يعرف تماما لاعبيه قادرين على أخذ الكرات العرضية. كرة تلعب من حسين سلمان بالمباشر للقصير الذي اشترك وسام حازم على مستوى خط المقدمة. الكرة تعود من هنالك لأخير الراس، وهذه كرة عكسية للقصير وسام حازم الذي عوض مكان صاحب الهدف الأول علي محمد. رمية جانبية أو لا ركنية، مرتضى حسين القائد لنادي المجد يأتي بالعرضية تلعب، ولكن برافو حارس المرمى حيدر بالإنقاذ المميز. تعود لجعفر فالح في خط الظهر يطلب المساندة، القائد مرتضى لكن كرته لم تكون مقروءة، مرت إلى خارج أرض الملعب بعيدة على صادق علاء، وبالتالي حسين كريم صاحب هدف التعديل. الكرة تعود من هنالك، بدأت الكرة مشتتة محتارة مع من ستسير ومع من ستدور، وإيسي شباك ستختار، لكن لحد الآن الشوط الثاني لم تحضر فيه الأهداف. شاهدنا تغييرات على مستوى الفريقين، ايضا يغادر بالقميص سبعه حيدر رعد، والقادم بالقميص 11 هو كرار تقي، كرار نقيب عفوا، نقيب هو القادم الجديد بالنسبه لاكاديميه الشهير، وهذه كره ايضا تهدر بسلام تمر على مرمى نادي المجد. يشترك كرار نقيب بالقميص 11
النقيب برتبة العسكرية يريد أن يكون نقيبا برتبة كرة القدم، وهي لغة الأهداف في كي يسجل هدف ويأتي بأسبقية. لكن شوف الروح القتالية والإصرار لدى القائد، ونعم قائد اسم على مسمى. هذه بطاقة أولى في المباراة، أول البطاقات على مقتدى حبيب مدافع أكاديمية الشهيد أنور صبيح. صادق على تنفيذ المخالفة، حكم يطلب تثبيت الكرة أمام حائط الصد البشري، وبالتالي صادق على يريد أن يصدق الكرة بأقدام. لكن برافو مقتدى، يعود لصادق المراوغة الناجحة من هنالك، ينتظر المساندة جاءت لجعفر علاء، يعود والصناعة المستمر في خط الظهر. حسين كريم يرسل كرة طولية، أوه لولا براعة الحارس حسين سلمان الكرة التي بغتت ارتطبت في الأرض وكادت أن تغلط وتدخل، لكن براعة وذكاء الحارس أبعدها لركنية ولعبت بشكل سريع، عرضية زاحفة تمر أيضا إلى خارج أرض الملعب. بدأت ترتفع الصيحات بالنسبة للمدربين، والفريقين يبحثان عن هدف ثالث لكي يؤمن لهم العبور. تقدم نادي المجد على مرتين لكنه لم يحافظ على تقدمه، سرعان ما يعود أكاديمية الشهيد أنور صبيح لكي تعود بزمام الأمور، ولا زال التعادل إيجابي مستمر هدفين لهدفين. الكرة ترسل من هنالك لحسين كريم، ولكن الإبعاد من مرتضى حسين القائد لنادي المجد الذي يقدم صورة طيبة وأداء يذكر فيشكر في وسط الملعب، صنع وسجل وقدم كل ما بجعبته، وهذه كرة عكسية من هنالك التسديد بالمباشر جول. لا 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 لا، يهدر الفرص وبشكل مستمر أكاديمية الشهيد أنور صبيح. الكرة من البديل كرر نقيب، وبالتالي لم يعرف طريق المرمى، لم يستحسن التصرف معها. كرة عكسية تنقل من هنالك، مقتدى حبيب السيطرة عند بطاقة قبل قليل، والكرة ترسل من هنالك لواسب، لكن سرعان ما يأتي بالحل المدافع يبعد الخطر إلى رمية جانبية. انتظار مقتدى حبيب بلعب الكرات الطويلة، يرسل من هنالك كرار نقيب، لكن الكرة بعيدة وأقرب إلى جعفر علاء الذي يكسب الرمية الجانبية. وكرار نقيب، كرار يعود إلى مقتدى حبيب، لكن من هنالك العودة لصادق علاء، يتم المرور للقائد، يعودها لصادق، ولكن شوف الأحساب غير راضي لأن الكرة لم تلبس معاه وتكون قوية بعض الشيء عليه، مرت إلى رمية جانبية. الأحساب مشدودة، يريد تحقيق الانتصار، يلعب بدافع وبحافز قوي. وتوجيهات علي كريم مدرب نادي المجد مستمرة، يقابل هنالك المدرب هاشم علي أيضا الذي لم يعرف الجلوس طالما الكرة في الملعب، يريد تحقيق الانتصار والذهاب بدور النصف النهائي. هذه كرة عرضية، أخطر ما يميز أكاديمية الشهيد أنور صبيح وهي الكرات الهوائية العالية. كرار كرة تسن على ما تبعد من جعفر فالح بأحضان الحارس حيدر بالمباشر، حارس الذي اشترك في الشوط الثاني بدلا من رسول علي الذي تلقت شباكه هدفين في الشوط الأول. يستمر الصراع بوسط الملعب بكرات لم تعرف الاستقرار، مرة هنا موسى مر بنجاح، ولكن الكرة بذكاء جعفر علاء يضرب الكرة بالكابتن موسى ويتحصل على ضربة مرمى. طاقم تحكيمي اتحادي يقود المباراة برا الأمان أحمد عدنان، وهذه كرة عكسية مقتدى، لكن بنجاح الحارس حسين سلمان يقوم بدور قتالي وبتصدي أكثر من رائع بمجهودات يقدمها بنجاح. نعم طاقم تحكيم اتحادي للكابتن أحمد عدنان حكم مباراة الأول، ويساعد كرار علي الحكم الثاني. قرارات سليمة لحد الآن، برا الأمان يقود المباراة، وهذه كرة تلعب، أوه مقتدى حبيب مدافع الذي يقدم واجبات هجومية أكثر ما يقدم المهاجمين، يفعل كل شيء لكن ينقصه الهدف، تنقصه اللمسة الأخيرة، هو عنده هدف في الدور الأول. هذه كرة ترسل، أوه البديل، نعم هو خير دليل لكلمة البديل الناجح، حمودي الصادق يصدق على تحقيق الأسبقية والانتصار لكي يعاقب نادي المجد ويقلب الطاولة بعد أن كان متأخر
لكن سرعان ما يعودون من بعيد، وهذا هو الهدف الثالث عن طريق حمودي صادق بالقميص الثلاثة، وقادر قادر أن يضيف المزيد لأنه يمتلك النزعة الهجومية ورغبة الانتصار واضحة لأكاديمية الشهيد. وهذا كرة قادمة يمكن الرابع، لكن الدفاع يستقطب. كرة تعود من حسين، نعم تسديدة قوية غلطت الحارس وهزت الشبكة. الآن بعد أن كان متفوق علي كريم نادي المجد، الآن هو يبحث عن التعادل. انقلبت الموازين، ماذا فعل هاشم علي؟ وهذه كرة للبديل القصير، نعم لم يسيطر على كرته، وبذكاء من حسين كريم يؤمن كرته إلى خارج أرض الملعب، تمر إلى ضربة مرمى. حيدر يلعب كرة طويلة من هنالك باتجاه صاحب الهدف حمودي صادق، لكن صادق على يمرر الكرة إلى رمية جانبية. العرضية تأتي صادق على مرة أخرى لمقتدى، وفي الأخير العودة لهذا القصير وسام حازم. الكرة قريبة للقائد مرتضى حسين الذي أصبح يعاني من الزحمة الدفاعية. هذه تعود من هنالك موسى، أوه يتلاعب بأحساب الحارس حسين سلمان. القائد موسى حيدر يبحث عن هدف ثاني له شخصي في المباراة، وهدف رابع بالنسبة لأكاديمية الشهيد أنور صبيح. يبحث عن خامس الأهداف بالنسبة له في البطولة، وثاني الأهداف بالنسبة له اليوم، لكن هو الرابع بالنسبة لأكاديمية الشهيد أنور صبيح، وهو الأهم بأن يتقدم زملائه. وهذه كرة لجعفر من هنالك، لا يمر من أمام مقتدى حبيب، يقدم مباراة أكثر من رائعة بأداء دفاعي ومساندة هجومية، ومن هنالك صافرة أحمد عدنان تأتي بضربة مرمى ترسل، لكن تعود من هنالك من جعفر. جعفر إلى جعفر الآكر، جعفر علاء في الدفاع، وجعفر جعفر فالح في الدفاع، وجعفر علاء بالوسط. كرة تعود لجعفر علاء يرسلها من هنالك، نقلات مستمرة لهذا القائد، لكن لم يمر من هذا الرجل الذي قطع كل الوسائل التي تؤدي إلى مرماه. نعم مقتدى حبيب بصلابة وبرعة يقدم أداء دفاعي رجولي حقيقة. كرة لحسين كريم الذي سجل الهدف الثاني، نعم وهذه كرة عكسية بالرأس من كرار نقيب، لكنها تمر إلى رمية جانبية لنادي المجد. أيضا تغيير لنادي المجد، يشترك هنالك القميص رقم ثلاثة القادم في سماء، وخيارات المدرب علي كريم. عباس أيمن، عباس أيمن هو القادم لخيارات المدرب علي كريم لنادي المجد. يريد أن يعطي الإضافة والنزعة الهجومية، يكثف الأوراق، ولكن هنالك صراع وخطأ بالنسبة لأكاديمية الشهيد أنور صبيح. تصادم ما بين القائد موسى حيدر ولاعب نادي المجد بالقميص خمسة صادق علاء، وخطأ للقائد موسى حيدر الذي يحمل الإشارة، إشارة القيادة. هو خير قائد، والقائد الشجاع الذي لا زال يقود فريقه للانتصار وقادر على تسجيل الأهداف. الله، كرة لافة دائرة خارجة بالتمام من قدم موسى حيدر، ارتطمت بالعمود الأيسر على يسار الحارس حسين سلمان الذي وقف عاجزا أمام التصدي لها. كرة وقفت مع نادي المجد ورفضت فريق أكاديمية الشهيد أنور صبيح، لا تريد أن تدخل الكرة الماضية، ارتطمت بالعارضة وعادت عن طريق هذا الموهوب بالقميص عشرة موسى حيدر. رمية جانبية، حسين كريم يرسل كرة طويلة من هنالك اتجاه البديل حمودي صادق، تعود لكرار نقيب حمودي صاحب الهدف الثالث، لكن سرعان ما تعود للدفاع في استخلاص المواقف وتنظيف المساحات. من هنالك كرار نقيب، لكن كرته تمر إلى خارج أرض الملعب. الوقت الأخير والوقت الحرج بالنسبة لنادي المجد، عليه أن يندفع ويضحي ويجازف، لابد وأن يجازف لأن المباراة لا تتحمل كثير، يا أما 4-2 يا أما 3 كل، لابد أن يجازف علي كريم ويدفع بكل أوراق، لكن على دفاعات
أكاديمية الشهيد أنور صبيحا تلعب بحذر في الوقت الأخير، ودائما الأوقات الأخيرة قاتلة ومزعجة، نشاهد فيها مفاجآت كثيرة على مستوى عالم الساحرة المستديرة بنصف كيلوغرام، ولا زال يسحر الجميع. هناك تدخل وإعادة رمية جانبية للقائد مرتضى حسين، فعل كل شيء لكن يد واحدة لا تصفق يا مرتضى، لابد أن يكون هنالك مساندة. غائب الحلول وأصبح يعاني من عقم هجومي في الشوط الثاني نادي المجد، يزج ببطاقاته، يبحث عن حل علي كريم، يبحث عن بطاقة رابحة، ولكن لحد الآن لا صوت يعلو فوقه. وهذا كرة رصاصة الرحمة، لكن الكرة إلى كارد أرض الملعب، ومع هذه الكرة تأتي صافرة أحمد عدنان، والحكم الثاني كرار علي معلن نهاية المباراة بانتصار أكاديمية الشهيد أنور صبيح بثلاث أهداف مقابل هدفين لنادي المجد. هارتك لنادي المجد، حظ أوفر في قاد المواعيد. مبروك من الميم إلى الكاف لأكاديمية الشهيد أنور صبيح. تقبلوا تحياتي في الختام، أنا محدثكم علاء الزيري، سنتقل بالصوت والصورة لزميلي مراسل قناة شهاب زميلي عباس، تفضل لك الكلمة. مثل ما تابعت مجريات المباراة انتهت 3-2 لأكاديمية الشهيد أنور الصبيح. مثل ما جاء تشوفون تعابير الحزن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أول شيء هارد لك على الخسارة، إن شاء الله بالبطولات القادمة. هيك كانت توقعاتكم المباراة؟ هي كرة القدم فوز وخسارة. يعني أنتوا كانت توقعاتكم المباراة إيش قد؟ بنتيجة 2-0 بفوز بالجزائر. مشكور كابتن. تفضل كابتن يمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله كابتن. طبعا أول شيء هارد لك على الخسارة، شلون كانت توقعاتكم المباراة؟ والله كابتن الحين من البداية قلنا التعادل وتروح للجزاءات، لكن هاي كرة قدم فوز وخسارة. قدموا عليهم وفوق ما عليهم، ولعبوا مستوى، العالم حكت والجمهور حكت، فالقادم أفضل، مبروك للفائز. الله يبارك فيك، مشكور كابتن. حبيبي كابتن. مثل ما شفت الروح الرياضية لنادي المجد والمدربين واللاعبين، تعالوا نشوف فرحة لاعبين ومدربين أكاديمية الشهيد أنور صبيح. السلام عليكم. ها كابتن شلونك؟ طبعا أول شيء مبروك على الفوز، شنو سبب يعني رجوعكم المباراة بحكم أن الشوط الأول كانوا أقرب للفوز؟ صحيح، كان خصم تكتيكيا حلو، استحوذ على الكرة، كرة قصيرة حلوة عندهم تقبل، يعني أنا تعجبت فيها والله، يعني أول مرة أشوف هيش فريق يلعب كرة قصيرة ونوب يلعب طويلة. هاي ارقى طريقه تلعب بها بالقاعات، حتى على مستوى المدربين، حتى الانديه او الاكاديميات، الطريقه اللي المدرب نزل بها طريقه تكتيكيه رائعه نزل للساحه. هل توقعاتكم يعني بالشوط الاول كانت يعني هيك مفاجاه بحكم ان اول بدايه الشوط الاول هدفوا هدفين؟ في صحيح، كان عد فريق ارتباك، يعني تعرف انت منزل ولاعب ما منسجم ويا صاحبه الثاني الاشبال، تعرف لاعب براعم ولاعب اشبال ما صار انسجام، فأكلنا هدف تقريبا من بداية المباراة. تعرف بعد توصيات المدرب والمساعد مات علي صبيح رجعنا للمباراة، قمنا سايل المباراة، بس احنا قمنا شنو يعني نلعب ضغط مرتد، يعني يضغطونا ونلعب على الهجمة المرتدة، واحنا استغلنا هذه الطريقة. مشكور كابتن. تفضل كابتن. السلام عليكم. انا صراحه ما ركزت، انت اللي سددت هاي بالعارضه؟ ايه. يعني انت تكتيك يعني او تكنيك ماشي عليه متدرب عليه من قبل؟ ان شاء الله. شنو سبب تألقك اليوم؟ والله طبعا شيء اكيد فرحانين، وانا قلت لك ان شاء الله نفوز 3. نلتقي معاكم في رساله اخرى من قبل اخير من دور الربع النهائي، مع السلامه.